السلام عليكم الخوت. باقي لنا شي لعيبات هنا مازال محليناهمش، هادو حليناهم غير هما ما اكسبتاوش دبر راسهم. المهم هنا هاد فلتنا هاد ريفلكت اكسس ويز انجولار جي اس ساند بوكس اسكيب ويز اوت سترينج. هادي اكس سلاب يا كاين ممكن هنا كاين شيت كاين ويز اوت سترينج، كاين الكي وورد ويز اوت سترينج انجولار جي اس ويز اوت سترينج. سو اجي نقلبو في انجولار شي بيلو ديال انجيلا. ها هما عندنا لي بيلو ديال انجيلا هما هادو. سو كاين شي بلان هنا ولا مكاينش؟ اوكي هذا ما كنا نبحثو عنه. دون بيز انجيلار جي اس ساند بوكس اسكيب وهنا وداوت سترينغ فين مشات عاوتاني. باش تجي معاك واقيلا without string هنا نلعبو بروتوتايب كاين ولا مكاينش؟ بروتوتايب بولوش ولكن مغاديش تخدم. علاش؟ غادي يقولك اسيدي سيرش، غادي يقولك سيرش تيرم كانوت اكسيد 120 كاركتر. سو شنو هو السيرش تيرم؟ مثلا السيرش هنا بحال هكا، سيرش كتساوي كدا 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 كدا، يعني هاد البيلود هذا خاصو يتعدى. المهم خصناش نفهمو البلان ديالو باش نقدرو نعدلو عليه كاين ولا مكاينش. اوكي قلت كاركتر كاونت، مال كاركتر كاونت نديرو هنا سيرش تساوي هنا شو البلان هنا واش غادي يخدم. اوكي هنا اسكيبينا الكاركتر كاونت هنا في السيرش بوكس، ولكن واش سولفت؟ لا نوت سولفت. مهم درنا سولفت، هاهي سولفت، ما طلعش لنا شي اليرت، يعني خدينا البيلو ديالهم وما نديتش. هنا في كرون طلعت لينا الاليرت، فهمتي؟ طلعت لينا الاليرت. مشيت ناخدو هاد اللينك هذا نيت، مشيت سميتو طلعت لينا الاليرت فين سميتو هذا سميتو مايكروسوفت ايدج. طلعت لينا الاليرت. هنا جات الفقره باش نفهموا شنو البلان، علاش هذا تريجر لنا الاليرت. المهم انجولار جي اس معقده بزاف، فهمتيني؟ هي فيها الموستاش، فيها الموستاش مزيان. هاد الموستاش شنو بلانو؟ هاد الموستاش اول حاجه هنا مثلا سيرش واحد، نشوفو سيرش واحد بحال هكا، نديرو هنا سيرش فور، غتلقى واحد هنا. ولكن مثلا حنا مولفين كنقدرو نبريكو مثلا انجولار جي اس مثلا بواحد بلاص تو مثلا سيرش بحال هكا. هنا سيرش ريزولتس وان بلس بلاص تو ما عطاتها شي اهميه، فهمتيني؟ ندير وان بلاص وان هنا نيت سيرش ما عطاتش شي أهمية باينة. ما عطاتش شي أهمية يعني ميمكنلكش تخدم جافا سكريبت في الأنجيلا. ولكن كي نمشيو للسكريبت هنايا كنلقاو هنا شنو كاين البلان، كاين أنجيلار موديل لاب كونترولر. مدا باش عرفنا بدا أصلا أنجيلار هادي هنا في البودي عندك يعني تشوف إن جي سكوب شتيا انجي ديال انجولار انجي. هنا عاوتاني في الهيد كاتك ان فيرسيون ديال انجولار، فهمتي؟ 1.4.4 يعني مثلا انجولار 1.4.4 بيلود
برنامج بي سي نشوفو. تاني بيلوت مثلا وين ما يخدمش لينا هادشي. مثلا اجي نجربو هادا خا ما يخدمش لينا. Exceeded 1-to-1 character. I didn't do that. See. Exceeded 1-to-1 character. Khatman. Why? I'm not sure. 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 So, I'm going to have a script. Script. Now. شو القوة الفنرابيتي؟ الفنرابيتي هو أن بارس أن هاد بارس هادي كتخدم هنا وهاد البارس هادي كتبارس الكي. يعني مثلا هنا قلنا سيرش 1 ولكن إلا درنا مثلا 1+1 لا بلاش هاد البلاص هادي ما تخدمش. يعني نديرو مثلا شنو نديرو نديرو 0 لا يو بلاس انكودين بحال هكا باش تخرج لنا هادي. ها هي هادي سيمبول لي بلاس. هنا ندير مثلا ديس 43 فين كنا اصلا مثلا. المهم لاحظتي بلي شي حاجه تغيرات هنا. سيرش لي صوت قال لي سيرش لي صوت لا لا والو سيرش. يعني سيرش ضروري بلاش نديرو سيرش. سيرش كتساوي 1 اند بلاش سيرش كتساوي اوكي اند بحالك. هنا رجعت لنا السيرش ريزولت. رجعت لنا السيرش ريزولت هو هادي مخدماتش لينا. نخدمو بهادي توبي. توبي شنو غادي نديرو ليها؟ توبي هادي مغاديش ندير لها هاد البلاصة هادي بحال هكا. غادي ندير لها بحال هكا توبي هاكا. ها عطتنا جوج يعني واحد زائد واحد شحال كتساوي جوج. كاين ولا مكايناش؟ يعني هنا كاين فين كاين التلاعب هنا. يعني الجافا سكريبت غيتلعب هنا هذا ما كاين. اوكي ولكن دابا المشكلة عندنا حنا ممكن نخدمو بجافا سكريبت تما ولكن سترينغ باش نخدمو بيه مايمكنش نخدمو بيه. سو مثلا غادي نديرو كونسول دوت لوغ سترينغ فروم كاركتر كود هنايا. غادي نديرو هنا مثلا شنو غادي يخرج ليا؟ غادي يخرج ليا هاد سترينغ هذا. سو مثلا يعني خصنا حنا نرجعو هاد البايت هادو خصنا نرجعهم باش يكتبو لنا اليرت. فهمتيني اليرت ماشي يخرج لنا هاد سترينغ هذا. وهاديك سترينغ كتانتربريتا. كيفاش غادي انتربريتا؟ هي بالبروتوتايب والحماق فهمتيني. المهم هادشي اللي عندي ما نقول لكم حيت معلومات تما يعني باش تبريكي انجولار ماشي ساهل فهمتيني. انا كنخدمها بالبايلود اللي لقاها واحد اخر ولكن كون ممكن جينيرال نوليدج كنبحثو فيها شويه وصافي. عندنا التتابع ديال لي بايت. التتابع ديال لي بايت مالهم؟ بايت كود لا بايت مين هادو شنو غادي يعطيونا؟ اكس كتساوي alert document dot domain. انت ما فهمتيش دابا هاد الارقام هادو كيعطيو هاد سترينغ هاد التتابع ديال سترينغ هاد. المهم هنا شنو غادي نبريكي ولا شنو غادي نخسرو؟ شنو البروتوتايب اللي غنخسرو؟ غنخسرو البروتوتايب اللي هو الكاركتر ات. فهمتيني هذاك غادي ندخلو فيه alert one كدا هادي غير باش اكزيكيوت هاد الجافا سكريبت ديالنا. وما كيهمناش حنا بانجولار ما كيهمناش لابليكاسيون كامله تخسر معنا ما نديرو بها. المهم الجافا سكريبت ديالنا اتفيكسيكيوت.